حبيبي تعش. ايوه عم غابي روح تنتعش. والله مطلع ولعت مش عارف ايش سيبو بحاول طالبو بخر مش فلتو بطنش ولك طنش على حدا 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 محبش أبيي كسي نش أيوة كسي بس هسي كسي بس نش هسي كسي بس السوق نايم يابا والحركة ما فيش طنش 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 أبوي طنش خليك مطنش أحسن لك تعيش تنتعيش تكسبها للصبح اضحك دايما خليك انتفش شو مجاله أبوي اسمعوا طنش أبويا طنش 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 أبوي طنش عم غابل زمان بطنش عندي مبلش تنتعش خلونا نبلش طنش 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 أوامر الشباب نين شايد قال على راسي نين شايد على راسي روح خير ابو سمير مالك شيء؟ ايه خلينا نعرف نقرا الجريده عادي عادي اثبت 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 هي لي نصيب هي لي نصيب اثبت اثبت هون اثبت هون استاذ حمدي خذ اقرا لي هي الوراق 25379 يا رجل مش هيك بتقرا رقم 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 اقرا لي اياها رقم رقم 9 7 يا رجل مش من هون مش من هون هذا الرقم ثبت لي اياه اقرا لي اياه رقم رقم هذا استاذ حمدي بسرعه بسرعه اعطيني رقم رقم من اليمين من اليمين من اليمين نعم 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 9 9 7 3 5 يا ورد عليك ابو سمير 2 ضل شيء لا هي اخر رقم شيك يمين شمال ما فيش يا بني ادم ايوه 9 7 3 5 2 الله يوفقك يا عبدي إلهي بمخاطرك يا عبدي سمير حمدي حبيبي مالك أبو سمير ربح ربحت الورا يا عبدي عبدي ربحت الورا الله كرم يا عبدي أبو سمير ربح أبو سمير ربح أبو سمير ربح أبو سمير إيه روح فيها أبو سمير أبو سمير يا بني آدم ما دامك مش قد يا نصيب ليش بتشترك فيه يا بول 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 هات كاسة مية بسرعة أبو سمير أبو سمير لا إله إلا الله أبو سمير روح من وجهي أبو سمير بدي أعمل له تنفس اصطناعي خايف أتسمم أسنانه سن بالشرق وسن بالغرب أبو سمير أبو سمير لا إله إلا الله شتت خير انت ربحت نصهم يعني بيطلع تقريبا ابو 9000 دينار و700 ورقه شو وكيف الحسبه هاي 300 دينار لحبيبك حمدي اللي قرا لك الرقم من اليمين رقم رقم اذا هيك تكرم يا حبيبي تكرم يا شباب يا شباب انا ربحت الجائزه يا بلبل ايوه يا معلم جيب للشباب اللي بدهم اياه الشاي يا زون قهوه اراجيل كله اعصابي اليوم يوم المشاريب المجاني شباب ابو سمير ربح ربح ابو سمير شباب جوز خلصي مال زلم الجائزة الكبرى 10,000 هو ربح نصها يعني 5,000 بس شايف هالغبي صاحب القهوة اللي كنا قاعدين عنده مال ربح 5,000 دينار 5,000 دينار يا سيدي مبروكين عليه لاني يا حظوظ انا نفسي اعرف بس ليش مش راضية تزبط معانا احنا اسمع دير بالك
احنا لسه جداد بالحاره، بدناش حدا يكشفنا. وطي صوتك يا زلمه. انا شو قاعد بحكي؟ انا بتحسر بس. بلاش يكون فكرك راح لبعيد يا شاطر. سرقه؟ انا في براسي لعبه، اذا لعبناها صح رديت علي زي ما بدي بنسحب منه المصاري بكل حلاوه. كيف يا فالح؟ الكاميرا. ما فهمتش عليك، وضح. اول اشي انت مخرج اجنبي اسمك مستر ريكس، حلو؟ حلو. تفهمش ولا كلمة عربي، بتلطش تلطيش منيح. وبعدين اسمع مني هالخطة. طول يا ابو سمير. يلا عينك خلصت. يا هلا بالشباب، يا هلا بالشباب. هيا هلا ابو سمير. هيا الله يحييك. ريتو الف مبروك يا ابو سمير. الله يبارك فيك. ان شاء الله عقبالي من النص ورقه للورقه الكامله ان شاء الله. الله يبارك فيك يا عم غاب. الله يسعدك. عقبال عندك ان شاء الله. الله يخليك. انت اصلا من ورا عم ابو سمير. الله يخليك يا عم. اسمع، من اليوم وطالع كل ما بتجيب ورقه يا نصيب ناديني بقرا لك اياها. عطول 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 عطول. تكرم تكرم. يا اهلا وسهلا فيكم، جربتوا يرضى عليكم ربي. صباح الخير. ما احنا قاعدين. لا بدنا نروح. بدنا نروح. قاعدين شوي. وشكرا على 300 ورقه. الله يخليك. مصريين احنا. وجوز العم غافل مايل عليك ناوله 50 اليومين، اوكي؟ يلا. السلام عليكم. مع السلامه حبيبي. يا زلمه وجهه تفح بعد ما ربحت. ايوه ابو سمير. وجهه تفح. الله يشهدك. حبيبي حبيبي. يا عمي يا عمي الفلوس بتحل النفوس ما لك دخل. يعني يا رجل. يلا السلام عليكم. إيه حتى قعدت اختلفت. اكلني حمدي اكل. الحمد لله رب العالمين انه ربنا رزقنا. يعني هلا الواحد بيقدر يتبحبح. يشوف له شقة ونجدد عن سمير، نشوف لنا هيك بنت حلال سوبر سوبر ديلوكس. يخرب بيتك يا رايق على الخطة. شو رايقة يا رجل؟ انت عبقري مافيا. مرسومة صح 100%. بس لحظة، مين راح يساعدنا في تنفيذ الخطة؟ شوف، انا شفت في 2 اصحاب لصاحب القهوه بضلهم معاه لول. واحد تخين اسمه حمدي، في ختيار مكحكة. عرفته، غافل. بالضبط. هذول الاثنين ممكن نضحك عليهم ونلعب معاهم صح. حلو. وبكرة بننفذ. بكرة بجهز اللي بدك إياه. وفي التنفيذ اطمن، أنا صح. لا عاد قوم نخمت، وبكرة الصبح بصير خير. باي. يا حرمة، صار لنا ساعة منقلش هاتي لنا كاسة شنينة. وأنا صار لي ساعة بقول لك كمان 5 دقايق، كمان 5 دقايق. إيه 5 دقايق؟ صار لي 5 ساعات أقولك أنا بدي أروح عند حمدي وأشرب عنده كاسة شاي أعدل دماغي بيها. هذا هو، يا بتروح عند حمدي يا بتروح عند أبو سمير. حرام نقعد مع بعضنا. ها بديك شغل بديك. إيه رجال آخر زمن. نسيت أحكي لك، الباروكة بتجنن عليك. يعني راح يمرق عليهم الفيلم؟ إيه طبعاً. هي مين؟ أزهر. أوه very nice. Okay very nice. Come over. شو لخي من الأماني. Oh, I like him so much. What a unique face he had. القهوة مش داخلة بالتنظيم. He got keep silent and share. حبيبي هذا اسم مشروب جديد. يا زلمة بقول لك اسكت اسكت. طيب أنا شو أسوي؟ أنا شو المطلوب مني؟ أنا صاحب القهوة هيك. هذا مستر ريكس مخرج أجنبي. يعني تبع أفلام سينمائية. بالضبط. طيب اتفضلوا، أنا عندي مقهى سياحي. شاي، قهوة، كوفي. Hey man, I'm not talking about coffee. Sure. هو ماله معلي على كلمة شطر؟ مش تفهموني إيش بدكم بالضبط؟ هذا مستر ريكس حاصل على 7 أوسكار غير الجوائز الفرعية. مبروك. وإيش ماله ومال القهوة؟ هذا عامل فيلم أجنبي عربي مشترك. كمل.
وبده يصور لقطات في جو شرطي مثل القهوة يعني. ولما شاف وجهك قال عنه فوتوجينيك. ومن ايش بيصير هذا؟ لا قصده يقولوا لو وجهك سينمائي. سينمائي؟ برافو عليك. يعني لو صورنا المشاهد عندك بالقهوة ما بتمانع؟ مش ببلاشها؟ لا بشرفني يا ابن الحلال، مش يمكن اخذ فرصتي في التمثيل واصير مثل عمر الشريف؟ بصير. ايه طب تفضل خلينا نحكي مع بعض جوا يلا. ايه طيب تفضلوا ارتاحوا، تفضلوا تفضلوا هناك ارتاحوا، هلا بجي. شكرا. ميرسي ليكو. يا بلبل! ايوه يا معلمي! تعال. أمانة كبيرة. شوف الأجانب شو بدهم وقدم لهم مشاريب. وجهي فوتوجينيك. هيك قالت لي خالتي. هون قاره من اوله مش صح. حبيبي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا طير؟ شو بشوفك لابس، وين رايح؟ زهقان، بدي اروح اتسلم مع ابو سمير. وتروح ايش على ابو سمير؟ تعال اشرب لك كاس الشاي بعدين بنسولف. تعال يا حبيبي. هذا بهزمنا على دارنا، ومين اللي جاي عند الثاني؟ فوت يا حبيبي، فوت جاي، فوت. بخاف اعطلك عم غبي. لا والله ما بتطلع لي تشرب كاسه شاي. اقعد اقعد. بشربها على الواقف. اقعد. سعاد اعملي لنا كوبايتين شاي. شو عم غفل؟ هذا اسمه احتلال عسكري. احلى ثلاث كاسات شاي المعلمين. وقفت لي. تي تي مستر. Well, actually, I'd rather iced tea. ما في. Never mind. شو اللي بتريد؟ شو اللي بلحظته؟ أبو سمير سيبك من الحكي الفاضي. المهم في الموضوع أن يضل سر بيننا. حلو. طيب إيش بيصير يعني لو حكينا لكل الناس يعني حتى يعرفوا أن سرت نجم سينمائي والقهوة بدها تطلع بفيلم أجنبي؟ أرجوك أبو سمير، خلي الأمور بيننا سرية لحد ما نوقع العقد. الناس ما في وراها غير الحسد، بكره بصيروا بدهم يلطشوا الدور منك يا رجل. والله صدقت. يعني احنا هيك متفقين. ان شاء الله ما بيصير بيننا خلاف. عال نرجع لك بنوقع العقد معاك بعد ما نشوف باقي الممثلين. يلا مستر ريكس. ما كبير، خلينا نعملكم غدا مره ثانيه يا استاذ. خليني اذبح لك خروف ونعمل منزاف. هما يو ميك مي كريزي. شاب ايش بحكي هذي؟ بقول لك سكر تمك. سكر تمك؟ والله اللغه بتلزم. والله وصلت يا ابو سمير من الاغنياء، عندك مصاري ونجم سينمائي. والله الساعات وقعت يا ابو سمير. وهيك نص الخطه زبطت، ضل النص التاني. قصدك حمدي وغافل؟ بالضبط. انت ربيت حدا منهم؟ هاي الشغله ما بتفوتني. امبارح عرفت لك وين بيت حمدي. يلا معي. كيف الشيات؟ مليح حمدي. بلاقيش عندك حبة شاي مسمسم هيك اغطها معها شاي، يعني الواحد يضطر شوي. مسمسم؟ في خبز يابس اجيب لك؟ لا لا خلينا على الشاي احسن. مين؟ قوم قوم افتح قوم افتح قوم افتح مين يكفيك وشر قوم افتح خبز يابس قال. يلا جاي جاي. ايه يا فيري نايس بيوتيفول فيس اي سي تيك ا ميديوم شوت بليز سفار او ناو زوم ان بليز. عفوا مين الشباب؟ شو بيه؟ Hello! Hello! مرحبتو وسهلو! أي خدمة يابا؟ Yeah! Very nice face! Magnifique! فوتوجينيك! فوتوجينيك؟ غير فوتوجو هاي؟ مين حضرتك؟ ولك حمدي! دير بالك! هذول بجوز جماعة الكاميرا الخفية! Shh! Keep silent please! Okay! Come on boy! Come on! هلا هلا يابا هلا تفضل وشرفتونا. هلا 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 عم غافل. تفضل مستر اكس. ثانكس ا لوت ثانكس ا لوت.
بايش بنقدر نفيد الاخوات؟ مستر ريكس مخرج عالمي. مستر ريكس بيخرج فيلم عربي اجنبي مشترك، وضايل في الفيلم شويه مشاهد بدها ابطال عرب. ابطال عرب؟ طيب عدم المؤاخذه، يعني احنا شو علاقتنا بالموضوع؟ شافكم بالصدفه انت والاخ وصمم لكم تعملوا الدور. عنده نظر بفهم. وك حمدي قديش ناوي يحسب لنا؟ المصاري مش مهمة عنده، المهم تعملوا الدور صح. ترى احنا منعجبك، ها عندنا خبرة خالي، بس شو بالأول بدنا نطمئن. منحسب لكم كل واحد ثلاثة منيح؟ بل ثلاث ورقات باليوم. $300. $300؟ حمدي شو يعني قديش هذول $300؟ شيف داس خلينا نعرف نتفاهم مع الجماعة. على فكرة راح تظلك طول عمرك ثقلي انت. احنا ما عندناش مانع انه نلعب الادوار بالفيلم تبعكم، بس بداية لازم نقرا النص وانا اشوف اسمي كيف بده ينزل. ماشي مستر ريكس، اعمل للشباب بروفا وفهمهم ادوارهم، هي السيناريو اوكي؟ انا عندي شوية شغل بخلصهم وبنتقابل في القهوة. باي. دكار، سي يو سون جاي. سي يو سون جاي. اوكي جايز. Listen to me carefully, okay? Carefully, قلت لي تشرب نسكافيه. حمدي وكل يد عصا قيله زي عصا قيل ابو سعد. اسمع شو رايك اقص له شوي من هاي يكمل بنطلونه، حرام ببرد. اجانب هذول معناش. مثل ما بقول لك يا جميله، سمعتهم وانا في المطبخ قبل ما اطلع. أجانب وقال إيش عاجبهم حمدي وغافل. يا خيتي شو عاجبهم في غافل؟ شو بعرفني؟ وبدهم يعطوهم مصاري بالهبل دولارات. يا رب الله يسمع منك يا الله، خليني غافل يقوم عن خير كتير ويجيب له شوية مصاري. اشربي قهوتك اشربي. يسلم إيديكي. طيب بأخذوناش إحنا؟ وإحنا شو يأخذونا شو يسووا فينا؟ نمثل. كيف نمثل؟ نمثل زي كاساندرا. جميلة؟ بدك اياني اسوي زي كاساندرا؟ لا لا مش زي كاساندرا، زي امها لكاساندرا. ما هي مش امها طلعت. مين؟ مش هي كانت جدتها اللي مربيتها؟ جدتها؟ لا امها مش جدتها. يعني افهم من هالحكي انه حضرتك بدك تصور الفيلم عند ابو سمير بالقهوه؟ وي مسيو. طب ابو سمير معاه خبر؟ I want to say something important for you. And Monsieur Absamine is gonna share with us in this movie. He put his sign down and everything would be very nice for him. وقال عقده كله تمام مع بعض، يعني إن شاء الله بيشتغل معنا. حلو، ها مبين علينا سختين عربي وإنجليزي مع بعض. Okay, could you please come here? Okay. Yes. Let's continue. Bin Kamel. Motion. First of all, please be quiet. First of all, actually, Mr. Hamdi. You have to enter the coffee shop بتفوت القهوة. القهوة. And you have to push Abu Samir down. بتنزله على الأرض بتمسح فيه الأرض. لمين؟ لأبو سمير. أنا أمسح فيه الأرض؟ يب. هو معه خبر؟ No. It will be surprise for him. Surprise. Okay. مفاجأة. Yeah. After that you have to bring a little rope. And you have to link him by rope. بتربطه بالحبل. لا أبو سمير. لا أبو سمير. مع خبر؟ No. No. It will be surprise. Also. Mr. Gaffer. Surprise. Yes. Okay. You actually also have to enter the coffee shop. Good. Being so fast, handling screwdriver, بتفوت المقهى حامل مفك مسرع مستعجل. You reach the money box. الفلوس لاجون فيتو. فلوس؟ مصاري. You have to. اخلع الدرج، درج اخلعه and go out. في مصاري فلوس. اخلع درج مصاري؟ ابو سمير معه خبر؟ Actually it will be surprise for surprise. جونجر money what yeah منين؟ Slow down man, take it easy. We put our money with Mr. Abu Samir, not related money. فلوس كذب تمثيل. You have to take the money box. After that you have to go out of the coffee shop. تطلع برا القهوة بسرعة مباشرة بعد ما تاخذ الدرج اللي في مصاري. But yeah, you have to run. اركض 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 اركض. ليش؟
لانه الشرطه البوليس will follow you and run 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 and disappear there. شرطه؟ Don't worry, slow down, take it easy. هادي الشرطه ممثلين actors زينا زيك ممثلين. Hey man, Mr. James Bond. انا اللي حكيته كله استوعبته من اوله لاخره، بس حاب اعرف ابو سمير معه خبر. Actually it will be surprise for him. Okay. Okay. Slow down please. Okay. Now ready for the repetition please? Ready? Bravo, hala bravo. Bravo. Ready? Bravo. Okay. 5 4 3 action. اهلين شباب. يا هلا يا هلا بك يا رايق. في لعبه حابب العبها انا وجميل سوا. وبدنا اياكم تشاركوا معنا. يعني بتستفيدوا منها. بس اسمعي رايق، بدنا شغله اي كلام، بدنا اشي محترم. ولا يهمك، كله مزبط 100%. المهم الليله تكونوا قدام باب القهوه وسط الحاره. الليله هاي؟ الليله. طب اي ساعه؟ الساعه 3 الصبح. 3 الصبح؟ شو 3 الصبح؟ لا هادي بتخوف. عطيه ايش سايره تخاف؟ لا بتخوف ولا اشي، كله جاهز. الليله بتكونوا عندي. عن اذنكم. وين رايك؟ وين عن اذنكم؟ يعني شويه ايش تحت الحساب. لا حبيبي، بس تخلصوا العمليه معنا بحاسبكم، بدي اضمن انكم تيجوا الليله. صح؟ جايين يا سيدي. باي. شو رايك يا سالم؟ رايق حبيبنا ودفيع على كيف كيفه. يعني صاحب حق؟ صاحب حق و24 قراط فوقيه كمان. صار يابا. يلا يلا. يا هلا بالشباب. هلا ابو سمير. منورين القهوه. منورين القهوه. ما يجعدك. هاي مستر ابو سمير. اي ام جود. انت كيف؟ واتسابات كيف يا ثانك يو. دخل على خط جديد. ابو سمير. نعم. يو نو زيم بيفور ذيس مومنت. حبيبي شلبكش يعني ترجم. يعني بتعرفه للمستاذ قبل المره هاي؟ طبعا يا رجل، هذا مستر ريكس ماخذ 70 جائزه اوسكار. 70؟ ها 70. استاذ حمدي انا بعرفك شاطر في اللغه. تفضل. يعني ايش معنى اوسكار؟ اوسكار؟ هاي اوسكار نوع من انواع السيارات. ماي كار سياره واوس النوع تبعها. ابو سمير يعني انت موافق ان نهدم ثمك هون بالقهوه؟ طبعا يا عم غافل، هذه فرصه عمري اني اشتغل مع مستر ريكس. واحنا موافقين. قد اوكي. تلفوننا يا معلم. ايوه جاي يا بلبل. سيبو بلاي بليز. كومنتري. رايك كله تمام؟ كله تمام، الشباب جاهزين. Okay, guys. Okay. Mr. Afsamir is gonna shame who lasts in this movie. He put his sign down and he agree everything. Mr. Abu Samir وافق على إنه يشتغل معنا دور. دكار؟ طبعاً دكار ونص. أنتوا ممكن تروح تناموا. شو؟ يعني بدك إيانا ننام من هالساعة؟ طبعاً. التصوير الليلة الساعة 3 الصبح. يعني لو سمحت لي مستر كيكس، لو سمحت، شو بده صحينا الساعة 3 الصبح؟ يا سيد غافل لو سمحت، احنا بدنا جو صامت، بدنا هدوء عشان نصور صح، بعدين بدناش الناس يلتموا علينا واحنا بنصور. انت بتحكي مزبوط، وانت مالك؟ بعدك على أول سلم الشهرة، صرت تحط شروط من أولها؟ يلا قوم أقول لك قوم. دبل كمين. باي جايز. شو وين رايحين الشباب؟ عندهم شغل راحوا يخلصوا. والله؟ ابو سمير. نعم. سيبني انا ومستر ريكس بدنا نراجع السيناريو مع بعض بعد اذنك. خذوا راحتكم شباب، خذ راحتك مستر ريكس. همين شاب. شو رجع لي فيها هاي يا رجل؟ ايش معناه؟ لا هو يعني بقول لك بعد اذنك اخلص. شو؟ صار الواحد ضروري يتعلم اللغة، لا بل لازم يتعلمها. Thank you.
يا حرمة ابعد ايش غاي شوي. حرمة حرمة تاريخ عيشتك يا زلمة. قوم قوم تأخرنا على الجماعة هسه أكيد قاعدين بيستنونا الساعة صارت ثلاثة. قوم اتحرك. ايه حمدي. أنا وين؟ وين؟ أنت نايم عندي بالدار. قام تمام. واللي صار الساعة ثلاثة. ثلاثة كمان جديدة كمان جديدة. طيب يلا. يلا قوم خلص الدقيقة. قوم خلص الدقيقة. خلصت. يا أبي طريق الشهرة شو صعبة. ولا؟ حمدي. بلاقي عندك جلد. شو؟ بلاقي عندك جلد. جلد؟ آه. جلد مين؟ اللي بحطوهن الأبطار هون مع أفلام العصابات. فيش جلد؟ منين أجيب لك جلد؟ فاتح مصنع جلود كاين أنا؟ بعدين المخرج ما طلبش منك جلد. التزم بالنص من أولها بلشنا. يلا قوم. قوم امشي قوم. خلص. أبيت والله. وين راح يا عقال؟ عقال؟ وين راح؟ شوف دور عجوز. شاري عنك انت. ضروري يا عقال. ايوه. تفضل. يلا. تفضل. عطيه. اسمع. هلا بطلع واحد من القهوة حامل صندوق. حلو. ايش حامل؟ صندوق. صندوق. بتروح. تقول له واقف عندك. اروح وين رايح؟ اجيب الصندوق يا زلمه. بس يطلع بتقول له وقف عندك تاخذ الصندوق وتجيب لي اياه. حاضر. فاهم؟ تمام. بس هيك امسك. هي 10 لك و10 لسالم. بس 10؟ شو مش عاجبك 10 دنانير على 5 دقايق ليكون فريد شوقي واحنا مش دارين يعطيه؟ ماشي سلام. يلا روح ابو جروح. اوكي شباب. اوكي باي باي, باي. يعطيكم العافيه. الله معك. ها شلون حمدي؟ حرام يا اصلي يا جميل ابوي محسن. يقول ما ادري كيف انا النصوص. انا كيف اسجل ابوي؟ انت قائد شرطه حبيبي. جاهزين؟ ها اجلس. حلو حمدي. نعم. تدخل جوا في على الطاوله سيف وحبل. روح جيبهم. لا تدخل فيهم وضلك داخل على ابو سمير. يلا سمير. وربطوا زي ما اتفقنا نفس السيناريو. يلا حبيبي. طيب استاذ رايق فيش دفع تحت الحساب عشان نفرح الاولاد بس. اخر مشهد بتصوره بعطيك الدفعه كلها. يلا حبيبي. خايف اطلع ما الاقيكيش. لا تخفش هيني هون. يلا موجود. يلا شوف الكاميرا مبين هالقد بينه. شايف وانا استنى متى سادخل الى المعركه. استنى شوي. اسمع. شوف. حلو حلو. تحرك في على الطاولة ساتورة بتعملها وبضلك داخل عبد سمير. يلا ساتورة. يلا هيا هيا. قلت لك صحيح؟ نعم. ارجع إلى الخلف. نعم. ارجع أيها الخلم. ارجع. تشدش يا جندب يا جندب. الجندب بيشد علي. ولك ارجع. ارجع يا بريعصي. يا بريعصي اجعل. يا وي. بس اجعل. وين راح؟
يجب أن أشديرك تجديرا. أصبحت مخيم. ما هذا؟ صندوق؟ هيا 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 قائد الشرطة، تحرك هكذا وهكذا. أش أش كفى كفى، الرحمة مطلوبة. كفى، أعطيني القطاع. حقي هيا هيا. الله شايفه ما بليه فيه مش عارف. يا زلمة اصبر شوي، قوي قلبك. ايش هذا؟ سالم شوف يا حبيبي، هذه شرطة. شرطة؟ شرطة. ايش بدنا نسوي؟ اسمع انا اقول لك، ملناش حل غير نهرب بسرعة من هون. الحق والله، بسرعة بسرعة بسرعة. وقف انت عندك يا ولدي. الشرطة ورا، الشرطة ورا. فين الشرطة؟ شرطة الله يخرب بيتكم، ضيعتونا. بس شو بدنا نسوي انا؟ اه حمدي اسمع، ولك السيف والقطاع نسيناهن جوا. يا زلمة شو بدنا فيهم؟ خلص ما امسك ولا حرك. وقف امسك، وقف وقف اللي عندك. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ ولا حرك. يا حبيبي يا حبيبي، انا بفل وانت بتلحقني، بسك المصريات المسروقات بعدين تاخذهم. مصاري مسروقه؟ ولا حركه ولا نفس. ايه عليك ايه عليك، هيا خربت الفيلم. انا بفل وانت بتلحقني يا زلمه. ايش قال المخرج؟ اي فيلم يا زلمه؟ الفيلم اللي اتفقنا مع المخرج هذا الاجنبي عشان نرد عليه. مش احنا بنفوت جوا انا والعم غافل؟ اه قاعد سريه الجرادم. نعم بنفوت بنربط ابو سمير وبنسرق الصندوق وبنضل طالعين. هاك اتفقنا مع المخرج. انت معانا بالفيلم ولا فيلم ثاني ودخلنا بعض؟ يا ابي كيف اجي افهمك انا؟ كيف اجي افهمك؟ هذول القنبرس مغربينا. اسم الفيلم السرقه. انت صاحي ولا بتخربط؟ انا بخربط؟ والله انت ما انت فاتح النص بالدار. يا زلمة المخرج اللي اتفقنا معاه عشان نساوي الفيلم هذا، هو وين المخرج؟ يا عمي اعمل لي كت، اعمل لي كت، دخيل على الله. اي مخرج؟ انت الثاني مشترك معه؟ يا زمالك استوعب، ما هو انا بطل الفيلم، انا اللي بفوت انا وقاعد سريه الجنادب بنفوت عند ابو سمير وبنربطه وبنسرق الصندوق وبنفل فيه. طيب يلا انت وياه. ايه وين وين؟ على بيت خالتك. خالتي؟ والله مالي خلاص، كل الماتن يا زلمه. إيه؟ كلبي شو يا عسكري امشي. إيه؟ حاضر سيدي. كلبي شو يا عسكري؟ عندي شو السلف؟ يعني معقول هذول شرطه حقيقيين؟ والله هيك الظاهر. واحنا معقولة حمدي؟ لا خوف الله انضحك علينا. يا زين وش عوضك دون الذياب؟